سنة وأكثر على غيابه بالسيد هاني فحص حاضر من خلال كتاباته يلي بتحاكي إشكاليات منعاني منها بمعرض الكتاب العربي ندوة حول فكر السيد بحضور وجوه سياسية وإعلامية وإطلاق كتابه الشيعة بين الاجتماع والدولة. هذا الرجل تشعر أنه غاب في جسده يبقى حاضر، أي قارئ لنصه اليوم يشعر وكأن النص كتب في هذه اللحظة وربما كتب غدا. سيد هاني هو سيد الوداعة، سيد الاعتدال وسيد الوسطية يعني، وأعتقد أن يعني فعله في الاجتماع وفي السياسة اللبنانيتين سيبقى يعني دائما رجل المصالحة. أنا حاولت اختصره هيك يعني، بصالح بين انتمائه للبنان وعروبته، بصالح بين انتمائه للطائفة الشيعية وانتمائه للبنان باستمرار يعني، وبيرجع بيقرأ كل تاريخنا وكل مشاكلنا من زاوية هالمصالحة. تعويض هذه الأعمدة الضرورية لهذا البلد، لهذا الوطن، أو لبقائنا في هذا الوطن، ظاهر أنها لم تعوض بعد. من القلب إليهم، كتاب للفنان سحر طه سلط الضوء على حياة فنانين لبنانيين مخضرمين، وكوكب منسي هو الإصدار الثالث للكاتب الفلسطيني سحر عبد الجابر. أما الدكتور نبيل أبو حمد فوقع روايته الجديدة الرحيقيون. أن حبيبتنا فيروز حبيبة الأمة العربية كلها، وحكيت عنها يعني كيف أثرت علي في حياتي من الطفولة، من بغداد إلى بيروت، فكل هاي الأمور الحميمية من قلبي يعني طلعت، عشان هيك سميته من القلب إليهم. أساسا ما في يفضل شخص عن شخص، لأنه كلهم خلاقين وما مبدعين. الكتاب هو مجموعة شعرية فيها قصائد نثر وشعر ذاتي، يعني بيحكي عن مواضيع ذاتية وإلها علاقة بالكون بشكل عام. لازم تنقرأ هي كيعني سيرة ورواية وفيها حب وفيها شخصيات متعددة وفيها خيانات. بعد ما قررنا نعمل برمي بس صراحة عم فتش على كتاب لصديقتي، عم فتش لها كتاب بالعربي، هي فرنسوية وعم تتعلم اللغة العربية الفصيحة، فأنا عم فتش لها كتاب هيك قصص قصيرة يعني لغة جيدة وهيك. من أشهر ما كتب توفيق الحكيم، كتاب كتير رائع لأنه بلخص تجربته هو لما كان نائب في الأرياف، هو تخرج راح اشتغل نائب وكيل نيابة في الريف وعمل هذا الكتاب، بعديه اعتزل القانون وضل أديب. القراية ممتعة، القراية بتروق الأشخاص، بتعطيهم شوية patience أكثر. في يشتم بلا ما أقرأ كل يوم شي ساعة بالرغم من مشاغل الكثير. زاوية تشكيلية للسنة الخامسة بتواكب معرض الكتاب العربي، تناولت مشكلة النفايات وإعادة التدوير من خلال أعمال فنية. في عنا لوحات معمولة من بقايا الخشب، في عنا الفستان معمول من أنان الصحة، في عنا لوحات معمولة من أكياس النايلون، في عنا لوحات رسمناها على الأسطوانات الديسكات القديمة. هيدا تجريدي ألوان، هيدا تجريدي أشخاص، هيدا حفلة عرس صغير، وهو أشباح العالم كيف عايشة بهالبلد بشكل عام. مجتمعات بحاجة لثقافة، وهالثقافة فيك تغنيها بكل أنواع الفنون، من موسيقى وكتابة وشعر ورسم ونحت.